بعد عند إقامة دبي عندهم أبليكيشن اسمه محفظة الإمارات، ركزوا في الاسم شوفوا شو يسوي. فتح الأبليكيشن إجراءات سفر مغادر، أوكي يطلع لك هالباركود. يوم تصير المطار ما في داعي في موظف على طول، بس تحط الباركود يقرأ جميع البيانات عن طريق الباركود، يحط ديه يطلب منه البصمة مثل ما شايفين. خلاص أبوي سفركم اليوم رايح بدون موظفين، ما في أي حد يوقفكم. الحين يحط صبع اليمين وصبع اليسار، الموضوع كله ما ياخذ عليك دقيقة، يطلع اسمه بدون أي موظف في مطار دبي. وهذا هو الابليكيشن اللي تنزلونه إذا أنت بتسافر، اسمه محفظة الإمارات UAE Wallet.